اعترافية هذا الأسبوع بتكون مع السيدة نزيهة رجيبة المعروفة بأم زياد، امرأة ملأت الدنيا وشغلت الناس. ديما كان هاجسي هو حرية التعبير ويخاف ياسر من الصحفيين بن علي. الحسين بن عمار الله يرحمه وقت اللي عمل جريدة الرأي عمل جريدة مستقلة بالحق، والتو لعنا جريدة كيفها. طموح للكرسي ماهوش عيب، يحتقروا في المناضلين وهذا ظلم ما بعده ظلم. ونلقط في الحكومة وندافع على الإسلاميين، ربما تو نعمل فيهم ليست. التسميات في الإعلام، التسميات في الشرطة، التسميات في القضاء، في الولاية والمعتمدية والعمادة. نزيهة رجيبة أم زياد ضيفة برنامج اعترافات في سهرية لحد مع 9 متاع الليل على قناة تونسنا.